one question, to be addressed doing innovation in dialysis, are our patients satisfied? What is the best marker of hemodialysis adequacy? And currently, that survey limitation, and حطيتهم خمس اسباب رئيسيه. Therapy only depends on filtration, complete retention to keep down toxins, no single or multiple biomarkers are sufficient for adequacy or even longevity. Problems in inflammation and malnutrition, non-physiological hemodialysis frequency and duration. لو انا اعتمدت على الخمسه cardinal problems اللي عندي ده هو ده اللي انا هقدر اعمل فيه innovation in hemodialysis. Filtration versus metabolism, كل التاكسس عندنا دلوقتي هو عباره عن just filtration لكن مفيش اي حاجه ثانيه تقول ان في tubular function. هو ده المشكله الرئيسيه بتاعتنا. في الريسيرش اند ديفلوبمنت شغال بقالي حوالي خمس سنين في الريسيرش اند ديفلوبمنت في المانيا على الامبروفمنت اوف سيلينج كوفيشنت والبروتينز فاولينج وازاي نحسن السيلينج كوفيشنت بتاعت البرين وازاي نحسن الفلتريشن والميدل موليكيولز ريموفل انتي فاولينج والبرين يبقى افضل اللارجر بولز بحيث ان انا اقدر اشيل ميدل موليكيولز والاكسبتنج 3 جرام بروتين لوس از ريفرس دلوقتي القلب والنص لغايه 3 جرام دورينج سيشن از اكسبتبل. اليوريك توكسين ما هيش ببساطه شديده باتون اند هول ما تعتمدش على السايز بس لا ساعات ان انا ازود الفورس ان انا اشيلها دراجين فورس بالكونفكشن هاي اتش دي اف ثيرابي وكمان ليها شكل معين والكتر شارت عشان كده كل الدراسات اللي هي اتكلمت على الفلاكس قانون ما كانش ليها بولدر لاين ريزالت لان انا ميسنج حاجه مهمه جدا ان الميمبرين شود بي كوتنج فور ادزوبشن اور رينال اسيستد ديفايس عشان ابتدي اجيب التوبلر فانكشن. هنا ببساطه شديده ده الكرنت ميمبرينز اذا كانت ان انا بستخدم على الفلتريشن والكونفكشن اند ديفيوجن بروسيس وبقدر اشيل الاوريك توكسنز الجاد فادر بتاعهم البيتا مايكرو جلوبين لكن كل الكلام دلوقتي ان انا اشتغل ازاي بقى على الكوتنج بتاع الميمبرين ده وات ايفر كانت الماتيريال توبيولز رينال توبيولز او وات ايفر بحيث ان انا ابتدي اقدر اشيل مور اور ليس بروتين باونجري توكسن. توورز بيتر دايلسيس عندنا حاجات كتير امبروفمنت في البرين كونفكشن برولونج سيشن الابسوربشن كل دول ليهم ايجابيات لكن هو كاركترستيك كده العيان بتاع الدايلسيس مختلف عن نورمال بيبيليشن ان النورمال بيبيليشن فاونتن اوف يات وموضوع الحياه بتاعه بيفضل مستمر كتير جدا ويبتدي يحصل له فريلتي عند سن ال 70 لكن العيان الرينال فيلير جاست اكيوميشن اوف ميتابولايتس على طول العيان ده بيخش فيه فريلتي والضعف العام والاثيميا اللي موجوده في لو 40 ده نتيجه سيفير ميتابوليك اكيوميشن ونتيجه كمان ان انا عندي ابنورمال بارامتر تشينج مش مجرد يوروميك توكسين لا انا بتكلم على جينيتيك وايبي جينيتيك تشينج اشهرهم على الاطلاق الكلوثو والاف جي اف 23 ديستربنس وبالتالي واتذكر النهارده ان مش كل الحالات اللي فيها هايبر فوسفاتيميا ممكن العيب عنده نورمال فوسفاتيميك ستيل عنده كالسيفيكيشن وعنده ريسك فاكتور نتيجه ان في اذر بلايرز مهمين جدا زيهم. طيب هو ده بالنسبه لي في ديستربد اذر ميتابولايتس وده نتيجه الريتنشن اوف يوريميك توكسينز وما بتتشال كويس بالدياليسيس نتيجه لذلك عندي ديفيشنسي للكلوثو عندي هايبر فوسفاتيميا عندي اثروسكلوروزس وريديوس لايف سبان هاي كونسنتريشن بلازما اف جي اف كل ده علاقته ايه بالبروتين باوند يوريك توكسس هنا بتتشال ليه ده بتتشال بالتبيوز الايجنج كمان هو مهم جدا في العيانين دول ليه؟ لان العيانين بتوع رينا الفيلر عندهم الكاركترستيك دول الاثروسكلوروزس ساركوبينيا وفريلتي وانفلاميشن وويكنس الاوكسيديتيف ستريس وسنسيت سيلز بتشيل بسرعه جدا وبالتالي عندي مشكله كبيره في العيانين دول اللونجيفيتي بتاعتهم بتقل والايجنج بروسيس بتاعهم بتقل نتيجه ايه؟ نتيجه الاوريك توكسين وبالتالي الخلايا بتاعتهم اوريدي بتشيك وما بتقدرش تعمل ريجنريشن ده اللي بنسميها السنسيت سيلز. عشان نخش بسرعه على الموضوع ان انا عندي في الاخر عيان عندي اوريك توكسينز عنده سيلر سنسينز السيلز بتاعته عجزت فبيبقى في ريديوس كابابيلتي تو ريسبوند ستريس ايرفيرسبل جروث اريست يبتدي يحصل اكسبريشن ريست سيت اوف جينز زي بي 53 بي 21 انسفشنت ريجينيشن اند كاباسيتي ويبتدي العيان يخش في بروجريسيف ايجنج بروسس. من ضمن التوكسينز المشهور قوي الاندوكسايد سلفيت ده بيأثر على الاندوثيليوم وببساطه شديده جدا ان البروتين باوند يوريك توكسين ستيموليت كروس توك بين ليوكوسايت اند فيزيبول
وانس ان انا عندي في السيركيليشن 14 باوند يوريك توكسينز، يبقى انا عندي كروس توك ما بين الليكوسايتس اكتيفيشن اندوثيليوم، وبالتالي عندي ديفلوبمنت اوف اثيروسكلروسيس. الاندوثيليوم هو البلايرز في اليوريك توكسينز، هو ده المشكله في كل الاورجنز، ودي كل المانيفستيشن بتاعته الموجوده الاخص بالاخص بتاعها الاكتيف اوسيليشن. على مستوى الاندوثيليوم في اربع حاجات مشهوره جدا في اليوريك توكسينز: الادمى الاسيميتريكال دايميسايل ارجينين، الهوموسيستاين، الادفانس جلايفيشن ان بروتكس، والبيكريسايل سلفيت، وكل دول بيأثروا على الفاسكولار اندوثيليوم، وكل الاربعه دول ما بتشالوش باي دايس. اليوريك توكسين زي ما قلنا فيها الايجنج والتيلورومير شورتنج، وبالتالي بيأثر كمان على مستوى السيلز دي ان ايه فانكشن. المودلز اوف افاسكولار ايجنج مشهوره جدا، بروجيريا حوالي 100 حاله على مستوى العالم، بروجيريا دول بيموتوا بدري قوي عند 10 15 سنه. الميدل ايج مشهوره فيها العيانين اللي هم دايس وكرونيك انفلاميشن والموديفايد او مودرن لايف، لكن الانشنت لايف زمان قديم كانوا بيعيشوا اكتر، وهم بيدرسوا ايه الاسباب نتيجه المودرن لايف. الايفيدنس كتير قوي تو بروموت ايجنج: اليوريك توكسينز، الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، اليوريك سيروم انديوس ابوبتوزيس ان ايجنج سيلز، كل دي فاكتورز مهمه جدا. وعلى مستوى الجين نفسه اللي عندنا النيوكلير فاكتور كابا بيتاثر كمان اللايكوبوليساكرايت اندوتوكسين للجت، الجت نفسها في العيانين الرينال فيلير مصيبه لان بتطلع يوريك توكسينز، علاوه انها بتعدل اندوتوكسين من الجي اي تي بارير، وبالتالي عندي انفلاميشن وعندي نيوكلير فاكتور كابا وسايتوكاينز مستمر برودكشن. كل ده ليه علاقه بايه؟ باليورينيا واليوريك توكسينز، وكل ده مشهور جدا ما بينهم الاكثر حاجه فيهم اندوثيليال ديسفانكشن والاثيروسكلروزيس والميكروفاجيال ديسفانكشن اللي موجوده عندي والكالسيفيكيشن على المستوى الاندوثيليال. يعني ببساطه شديده اليوريك توكسين وات ايفر كان 14 باوند او سمول او ميدل مولكيولز في الاخر كل الايفكت بتاعها بيجي على الاندوثيليال. طيب جنرالي اون دياليسيس انا بقدر اشيل الميدل مولكيولز والسمول مولكيولز، لكن ما اقدرش اشيل البروتين باوند لانها ناتشرالي ما بتتشالج باي ذا جلوميرولز، دي بتتشال باي ذا تريبيولز. وده الباث واي الطبيعي بتاعها البريكريسايد سبتيت على البروكسيمال تريبيولز، على الرغم ان هو بيلعب دور كمان جدا في السي كي دي بروجريشن لانه ممكن يعمل رياكتيف اوكسجين سبيشيز وفايبروزيس. يبقى انا لو انا عايز بفكر ان انا ابدل الدياليسيس بتاعي من جاست فلتريشن بروسيس اللي انا بعمله كدياليسيس الى فانكشنال كيدني، لازم احط حاجه تعمل ميتابوليزم، وده الفكر بتاع الرينال تيوبلر اسيستد ديفايس. ده الاندوكسايد سلفيت مهم قوي قوي الاسم بتاعه، ده بيتشال عن طريق الرينال تيوبلز، ولقوا ان هو بيزود قوي قوي زي ما قلنا كروس توك ما بين الاندوكسايد سلفيت وبقيه اليوريك توكسين دي على اندوثيليال انتر اكشن من الايكام والاي سيلكتور والفي كام. مهم برضه الادمى اسيميتريك دايميسايل ارجينين، ده الميتابوليزم بتاعه على الرغم ان هو سمول سوليدز لكن هو غالبا بروتين باوند والميتابوليزم بتاعه عن طريق التوبيول. مشكلته في ايه؟ مشكلته ان الادمى ده الاسيميتريك دايميسايل ارجينين فيري بوتنت انهبيتور للنيتريك اوكسايد، وبالتالي وانس النيتريك اوكسايد بقى ديبريست على طول هلاقي ال دي ال اوكسيديشن سوبر اوكسايد برودكشن اللي كان سموث ماسل بروليفريشن وهو الاثرو بليتريك اجريجيشن وبيقلل الفالف اجريجيشن. يعني كل الشغل في الاخر بينتقل الى على مستوى الاندوثيليوم. بيزيد برضه السيركيليتنج اندوثيليال سيلز وما تقدرش تعمل ريجنريشن، يبقى انا عندي برضه الدامج علاوه ان الاندوثيليوم فقد تفاصيل انها تعمل ريجنريشن. سو لما اجي اقول ايه الادكواسي او في مودياليسيس دلوقتي، مش هقدر اقول ولا كي تي على في ولا اي بايو ماركرز تاني، لكن لازم الاقي ان انا عندي ادرس البروتيونكس، اعمل ايدنتيفيكيشن وايفالويشن للبايو ماركرز، الكارديو فاسكولار ريسك بايو ماركرز كلها، التروبونين والانتي نيوكلير والاي ان بي والافرو، السي كي دي ان بي بايو ماركرز، النيوتريشن والانفلاميشن بايو ماركرز والاديكواسي بايو ماركر، ساعتها اقدر اقول العيان بتاعي ده كويس ولا مش كويس، لكن ما اجيش على حاجه واحده من دول واقول الاديكواسي اوف سيرف. كل الكلام ده البايو ماركر ده يا دوبك بيشيل حاجه بسيطه جدا حوالي 20% او ايفن ليس ديورنج هيمو دايلسيس، فعلى هذا الاساس ان البايو ماركرز ما لهاش ابدا اي دايلايزبل انفكشن.
ديناميك توكسين ده الفيلوسوفي اوف ثيرابي وماي بي ذا فيوتشر هيمو داياليسيس اديكوسي ماركر. هو ده اللي ممكن اعتمد عليه بعد كده، مش اعتمد على السمول او ميدل مولكيولز، لان هو ده عباره عن جروس كبير جدا من البروتين باوند توكسينز، يا دوبك 5% منهم هم اللي بيتشالوا ديورنج داياليسيس لان هم دول الفري فورم. ولازم اعتمد بعد كده على الايفالويشن بتاعي بتاع التيوبلر ترانسبورترز. هنا يجي دور الموضوع بتاعنا الاساسي اللي هو بايو ارتفيشال كيدني والامبلانتبل ديفايس. جربوا كتير قوي موضوع الابزوربشن، يجوز ذكر النهارده بي ام ام اي ممبرين، لكن طبعا وانس ان انا حطيت ممبرين عليه بروتين جه مسك فيه الممبرين بيحصل له فيلير، سكندري فيلير، سكندري بروتين برودكشن، وبالتالي يبقى لوس. ده الممبرين وبيحصل له ابزوربشن، لكن اوف نو كلينيكال سيجنفيكانس انه بيبوظ خلال اول ساعه من الدياليسيس. وده زي ما اتفقنا قبل كده في اكسبتنس لغايه 3 جرام لبروتين البومين لوس ديورنج دياليسيس. هنا مشكلتنا، هنا مش مشكلتنا في السمول سوليد ولا مشكلتنا في الميدل مولكيول ولا الكومبارتمنتال، مشكلتنا في البروتين باوند يوريميك توكسين انها ما بتتشالش وبالتالي بتاثر على الاندوثيليوم وبتاثر على الايجنج وبتاثر على كواليتي اوف لايف. سو ذا فيوتشر رايح فين؟ رايح عند حاجه مور كونتينيوس اند فيسيولوجيكال. لازم يكون في مينتين رينال اندوكرين فانكشن، ولازم فلتريشن اند سكريشن فانكشن. لازم الثلاثه دول يبقوا موجودين عشان اقدر اقول ان انا بعمل اديكوسي اوف دايس. لو قلنا كونتينوس وفيسيولوجيكال ومينتين رينال اندوكرين فانكشن يبقى انا بتكلم على الامبلانتبل ديفايس. لو انا بتكلم على فلتريشن اند سكريشن يبقى بتكلم على رينال اسيستد ديفايس او رينال تبيول اسيستد ديفايس. هما الاثنين ممكن يحققوا لي الثلاثه الاساسيين بتوعي وات از ميسنج ان هيمودايس. البايو ارتفيشال كيدني يقدر يديني سكريشن ري ابزوربشن اندوكرين ميتابوليك. يقدر هنا ان انا اعمل على الممبرين نفسه رينال توبيولز، ازرع رينال توبيول بروكسيمال توبيولز، والبروكسيمال توبيولز دي تقدر انها تاخد من الفلتريت او من البلاك سواء زرعتها انر او اوتر تبتدي تعمل لي ميتابوليزم وتبتدي تعمل لي ابتيك عن طريق عن طريق الاورجانيك انين ترانسبورترز الطبيعيين اللي الكدني النورمال كدني كانت بتشيل بيهم البروتين باوند يوريميك توكس. هنا رينال اسيست ديفايس، هنا اقدر اعمل لي فلتريشن اند سكريشن. جابوا ايه؟ جابوا فلترز عباره عن فايبرز والفايبر دي اوف سينثيتك هيمو فلتر. والسينثيتك هيمو فلترز دي ابتدوا يتخيلوا بروتين باوند توكسين، ان انا عندي ريسبتور هنا مزروع على الممبرين. الممبرين عباره عن ثلاثه لايرز، عباره عن لاير اوف سيلز اكتف سيلز، لازم احط حاجه في النص عشان تمسك فيه الفايبر نفسها والسبورتيف لاير. وبناء عليه دول الثلاثه لاير اللي موجودين على الرينال اسيستد ديفايس. الرينال اسيستد ديفايس لما ابتدى يشوفوا الموضع ده هنلاقي ان هو ابتدى الجزء الانر سيرفيس او الاوتر سيرفيس بيبتدي فيه رينال اسيستد توبيولز، والرينال اسيستد توبيولز دي تقدر تفوز بالبروسيس بتاع البروتين باوند يوريميك توكسينز ابتيك اند سكريشن. يعني ممكن تاخدها من الفلتريت وتبتدي تخرجها او تاخدها من البلاد سايز لان الريسبتور بتاعها هيبقى اتجاه الجزء ده. الجزء ده طبعا ده كبير جدا الدم يقدر يعدي فيه، وبالتالي تقدر تاخده من الابتيك من هنا وتدخله على الفلتريت. هو نفس الفكره زي ما هو ده الوضع اللي اتعمل نفس الكاركتر. وزي ما اتفقنا الثري لايرز ان البيشنت بلاد بيطلع وفي فلتريت، الفلتريت بيعدي من جوه والبلاد بيعدي من بره يقابل الرينال اسيستد تبيولز، يبتدي يحصل ابتيك من الرينال اسيستد تبيولز دي من بروتين باوند توكسين وتطلع في الفلتريت. جربوا الموضوع ده كتير؟ جربوا الموضوع ده كتير. لو ليه اوف فانكشن لكن ليه دروباكس كتير جدا، ده كثيوري. على اساس ان الابتيك والسكريشن والفلتريشن كانت المشكله بتاعتهم في التيشو سورس، هجيب تيشو منين؟ رينال اسيست توبيولز او رينال بروكسيمال توبيولز. جربوا البورساين في الاول لان هو فيري انتيجينيك وبيعمل مشاكل، وابتدى ياخدوها كدونيشن من الكيدنز في الهيومن كيدنز. الباك اكسبيرينس دي الريكوايرمنتس بتاعتنا كانت تعتمد على فلترز زي البوليسالفون او بوليسالفون كارنتلي هيمو فلتر، ويعتمد على ماده زي السيلكتين او اي ماده ثانيه فايبرونكتين تمسك
الاكتف رينال سيلز او الاكتف ليد رينال تيوبولز ويبتدوا يحطوها على الممبرين ويبتدوا يزرعوها ويشوفوها بالمايكروسكوب وبالستيرين تبان النيوكليار وتبان المايكروفيلاي. ده نفس الحكايه كممبرين لقوا فيها النيوكليار ده بوليستر صرفوا ممبرين ولقوا النيوكليار. وبالتالي كان الدروينج بتاع القصه دي عباره عن بيشنت هيموفلتريشن ده الجزء الاولاني وبعد كده الهيموفلتريشن بيعدي على الريد او رينال اسيستد ديفايس بايو ارتفيشال كيدني يبتدي يعمل ميتابوليزم من الرد اللي داخل فيه وفي الاخر يطلع فلتريشن. نفس الفكره اتجربت كذا مره كذا ستاني وصلت لغايه ستيج 2 اف دي اي ريجستريشن وبعدين كان في بروبلمز في الليفنج تيشو وبروبلم في الاستادي نفسها وقفت على كده. ده هنا برضو عملوا لنا ستيلنج بالمادن داربي كناين كيدني سيلز كتير اتجرب كتير بصراحه لكن دايما التيشو تايب هو كان المشكله وازاي يزرعه وازاي يحافظ عليه وازاي ان هو يجيب السورس كافي فور كوميرشال يوز مش فور ترايل يوز. لا هو ان هو اللونجيفيتي احسن والريليف من السي ار ار تي اجينست سي ار ار تي افضل في المالتيبل اورجان فيلير بيشنتس واللايف ستايل بتاعتهم احسن وان هو بيشيل كتير قوي من ما يقدرش يشيل الهيمودياليسيس العادي الانترليوكنز والجرانيوسايت كون ستيمولتنج فاكتور لكن زي ما اتفقنا ان الموضوع اتاخر وبالتالي وقف كلينيكال ترايل فولد ديورينج فيز 2 لان هو كان فيه مشاكل كتير في الاستادي نفسها وفي البروفايدرز. نفس الكلام برضو كتير قوي من الترايلز اتعملت على موضوع الفايبرز وان انا ازاي ازرع عليها. في الاخر خالص قال لك طيب ايه مشكلتكم؟ ايه في الرينال تيوبيول سيلز؟ تعالى نعمل لها ديسكات ويبتدي يجيبوا ديسكات مزروعه عليها السيلز ويقدروا يعملوا لها بروس ويبتدوا يعملوا كميات منها فور كوميرشال. وعملوا لها برضه الكلينيكال ستادي بتاعتها هيمو فلتريشن بامب ياخد الفلتر وياخد البلاد يعدي على فلتر. هنا بقى الفلتر ده فيه اميون فلتر بحيث ان هو اي حاجه فيها اميون رياكشن ما تخشش على العيان. يبتدي يخش البلاد تاني في الفايبرز ويرجع تاني من الدايرازيت سايد اللي هو جوه الفايبرز ده او الباك اللي موجود هنا مزروع عليه رينال اسيستد ديفايس او رينال توبيول تبتدي تاخد الفانكشن بتاعت الاندوكراين ميتابوليك. عملوا كتير من الديسكات وكان افيلبل ان هو يقدروا يعملوا مور اور ليس ا لوت اوف نمبر اوف دايلايزرز فور كلينيكال سبايس. توتر بايو ارتفيشال كيدني ساعات بيجربوا دلوقتي الامبريونيك ستيم سيلز انسر وده موضوع كبير جدا لكن انا رايي ان الستيم سيلز في العيال النيوريميك صعبه جدا لان اوريدي زي ما اتفقنا في الاول السيلز بتشيخ بتعجز السنسينز كل ما زاد العيان في اليوريميا كل ما اتعرض للبروتين باوند يوريميك توكسين كل ما اتعرض للتوكسيميا دي بتبتدي السيلز ايفن الستيم سيلز بتاعها. علاوه ان هم لما اشتغلوا على الستيم سيلز لقوا ان الديفرنشيشن بتاعها عشان تاخد البروكسيمال كيبيول فانكشن فيها امبيرد. اخر حاجه هنخش عليها عشان ما اطولش عليكم على الامبلانتبل ديفايس وده اللي هو فيه فعلا خطوات ايجابيه. عمل فاست تراك اف دي اي ده في كاليفورنيا سان فرانسيسكو ريسيرش معروف بقاله كام سنه عباره عن امبلانتبل ديفايس. الامبلانتبل ديفايس ده يعني مصورينه جنب الاسكافيه كده يعني حجم صغير بيتزرع في البلفس ما بيعتمدش على اي بامبر اللي بياخد ارتري وفيلتر بيعتمد على البريشر بتاع العيان والكواجيليشن بارامترز بتاعت العيان دايركتلي عباره عن تو بارت. التو بارتس دول ببساطه شديده عباره عن نانو سكيل فلتر يقدر يعدي كتير قوي من الميدل مولكيولز يعني الكات اوف بوينت بتاعه عالي يعني الكورسي بتاعته عاليه جدا والجزء الثاني بتاعه اللي هو ممبرين في الرينال اسيستد ديفايس. الكلام ده موجود في البلفس في ارتروفين وامبلانتبل ده امبلانتبل. هنا يقدر يديني المور فيسيولوجيكال 24 اورز وركينج ده نانو سكيل فلترز ده الهيمو فلتر اللي موجود والبايو رياكتور او السيل سيدن ممبرين. خد اف دي اي فاست تراك حوالي سنه ونص اللي فاتوا على اساس ان هو التو ستيجز دول يكونوا موجودين في وان سيستم. ده النيوكلياي بعد ما عملوا لها ستيلينج فلورسين مايكروسكوبي ستيلينج وفي الاخر
اقدر اقول conclusion current status of the artificial kidney ان although studies فيها debate لكن we have to realize that our current hemodialysis therapy is inadequate for many reasons. One of them is the non-physiological dialysis and the other factor is we cannot improve our patient by just removing the small and middle molecules. Thank you very much.